سجن الخوف، كيف نتعامل مع أبنائنا وهم خائفون؟ اللي بنتربى عليه وإحنا صغيرين بيفضل معانا العمر كله. كيف يدمر الخوف الحياة ويشل التفكير؟ الخوف سجن كبير بنحط نفسنا فيه، ووسيلة ناس كتيرة قوي ممكن تستخدمه ضدنا علشان تستعبدنا. سيدة يهينها زوجها للحصول على أموالها وتخاف من الاختيار بين الإهانة والطلاق. بصراحة الرسالة دي مؤلمة جدا، لأنه حسيت إن صاحبتها مسجونة في مخاوف كتيرة قوي. هدية عبد الفتاح تحكي كيف تركت وظيفتها في بنك لتذهب إلى العمل التطوعي. لما حسيت إن أنا مش هينفع أشتغل في بنك، مش هينفع يعني أروح في معاد وأرجع في معاد، وفي الآخر شغل روتيني، كنت حابة أشتغل مع الناس بشكل مختلف. من أسئلتكم حين يأخذ الأب ابنه من والدته، لماذا يسمى خطفا؟ الحضانة للأم ده مش هدية، الحضانة دي للأولاد. ما مصير عقد شقة بعد وفاة صاحبها وحبس الورثة؟ ملناش دعوة بقى بيتاجروا في المخدرات ولا بيشتغلوا في أعمال مخالفة، المهم إنهم تجارتهم وأعمالهم المخالفة دي ملهاش علاقة بالشقة نفسها. إزاي الحال؟ النهاردة عايزة أكلمكم على موضوع كل أم بتعاني منه، ألا وهو 5000 تليفون اللي بيجولنا كل يوم من الولاد. نبقى برا في شغل في أي حتة ونلاقي من الولاد التليفونات شغالة، ولو أم جدعة ما ترديش، لأنه غالباً هتلاقي 1000 مسد كول، ومعاهم كمان البوليس الدولي الانتربول بيدور على حضرتك. وطبعاً الألف مسد كول دول لأن في موضوع مهم جداً جداً جداً، زي مثلاً إن فرشة الشعر فين يا ماما، معجون السنان خلص، أو مش لاقي ريموت التلفزيون. وكل أم زي حالاتي تقول أنا لما يجيلي تليفون من الولاد ويبان اسمهم كده على الشاشة مش هرد. بس ريحي نفسك، ده خيال علمي، أول ما بنشوف الاسم على التليفون بنتبنج ونفتح على طول أوتوماتيك. أنا بقى ده بيحصل معايا طول الوقت. من كام يوم كده كنت في المحكمة وبحضر نفسي لمرافعة مهمة جداً، وعايزة أصول وأجول وأزعق زي الغول، ولقيت تليفون من بنتي. إيه بقى؟ يا ماما أنا عندي فوطي سحلية وأنا مش هدخلها تاني ولا هنام فيها. طبعاً أنا استغربت جداً، سحلية؟ إحنا صحيح عايشين في الصحراء، بس مش لدرجة إن في سحلية تدخل أوضتها. وبعدين افتكرت إنها بتقول على البورس سحلية. قلت لها إيه بقى؟ اهدي يا ماما، ده بورس ما تخافيش منه خالص، ده كائن طيب مش مؤذي ابدا، والصغير منه كده بيبقى صغنن ولونه بمبة. قالت لي يعني اعمل ايه دلوقتي؟ قلت لها ابدا، زي ما دخل هيخرج، ولو انت خايفه ممكن تستخدمي الرش بتاع الحشرات، بس على فكره والله ده غلبان ومش بيعمل اي حاجه. وانا مش عارفه ليه الناس مش بتحبه رغم انهم عارفين انه مش بيعمل اي حاجه. ده حتى في الفلاحين في مثل كده يقول لك زي البرص مش بيأذي بس بيربي عداوه، لانه يا حرام كان بيبقى عند الفلاحين دايما يروح ينام جنب زير المي علشان ينام في حته رطبه بدل الحر، ومع ذلك مش بيسيبوه في حاله ويجروا وراه بالشبشب. عموما لو مضايقك رش عليه مبيد او سيبيه في حاله وهيمشي لوحده. قالت لي طيب هشوف. قفلت وأنا قفلت التليفون وبلعن وأسب التكنولوجيا والتليفونات عشان عايزة أركز في المرافعة، وقلت لو رنت تاني أنا مش هرد. 5 دقايق ورنت تاني، وطبعا عادي أنا زي كل أم رديت. قالت لي ماما أنا قاعدة في أوضتي والبورس بيتجول عادي، وقررت أسيبه زي ما دخل يخرج تاني. قلت لها برافو عليك. الحقيقة قفلت وأنا كنت سعيدة جداً، مش عشان البورصة طبعاً، لأني لو كنت أنا في البيت كنت جريت وراه بالشبشب عادي، ما أنا من الفلاحين برضو، إنما لأن بنتي ما بقاش عندها الرعب اللي كلمتني بيه.
لأن الخوف والرعب ده أخطر حاجة على البني أدمين، بيشل التفكير حتى لو اللي خايف منه مجرد حشرة أو زواحف أو أي شيء. وبستغرب جداً لما بشوف ناس كبار، ستات ورجالة، بيصابوا بحالة من الهلع لما يشوفوا فار ولا صرصار، ولا نبقى في اجتماع وتدخل مثلاً نحلة ولا فراشة. أمال لو شافوا اللي أصعب من كده هيواجهوه إزاي؟ الحقيقة الخوف سجن كبير بنحط نفسنا فيه، ووسيلة ناس كتيرة قوي ممكن تستخدمه ضدنا علشان تستعبدنا وتخلينا في وضع مش قادرين نخرج منه. خوف من بكرة، خوف من المجهول، خوف من شيء غالباً يا إما وهم يا إما أضعف كتير قوي من البورس اللي بنتي شافته. مهم قوي نربي نفسنا قبل ما نربي ولادنا كمان على مواجهة الخوف، حتى لو بدأنا بمواجهة الحاجات الصغيرة زي الحشرات، ونفكر في أكبر حاجة مخوفانا في الدنيا وندرب نفسنا على مواجهتها. في الحالة دي هنحس فعلا إننا اتحررنا من أكبر سجن ممكن ندخل فيه، هو سجن الخوف. صح الكلام؟ أشوفكم بعد الفاصل. وأكتر حاجة بتأثر فينا هي إننا ما نتغلبش على الحاجات اللي بتخوفنا. حتى الممثلين نفسهم بيبقوا محتاجين يحطوا في السي في بتاعهم قد إيه هم خيرين ومهتمين بالمجتمع بشكل عام. كلام اللهبل بتاع إني أروح للدكتور النفساني ليه، هو أنا مجنون؟ لا، الحقيقة طب عليه وإحنا صغيرين بيفضل معانا العمر كله، لدرجة إن علماء التربية بيقولك إن آخر أملنا في التربية لحد الولاد والبنات ما يوصلوا 13 سنة، بعد كده يا دوب إذا عرفنا نصلح حاجة. فكل اللي بنتربى عليه من أول ما نتولد لحد 13 سنة هو ده اللي بيكمل معانا. وأكتر حاجة بتأثر فينا هي إننا ما نتغلبش على الحاجات اللي بتخوفنا، لأنها بتبدأ تكبر 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 وتأثر في كل مساراتنا حتى لو عندنا 50 سنة. خلونا نسمع الرسالة اللي جات لي دي ونتكلم أكتر. الست دي المفروض تعمل إيه؟ أنا سيدة 53 سنة، كنت مطلقة وتزوجت زوجي الحالي منذ 15 عام، وكان هو الآخر مطلق، وكانت حالته المادية صعبة. حطيت إيدي في إيده وكنت بعمل جمعيات بكل مرتبي واعطيها له. فجأة تعب ودخل المستشفى، وخلال وجوده بالعناية أعطى ابنه الكبير من زوجته الأولى العربية اللي أنا دفعت نص تمنها. لما ربنا شفاه رجعوا العربية. بعدها طلبت من زوجي يكتب لي نص الشقة ونص العربية لأن دول فلوسي، ووافق والحمد لله. لكن بعدها أنا خفت على فلوسي فبدأت أحطها في البنك باسمي، وهنا كان التحول. جوزي حس أنه فقد شيء مكتسب مني وبدأ يعملني وحش ويضربني، مش عارف أعمل إيه، خايفة أطلق تاني، وفي نفس الوقت أنا ست محترمة ومش مستحملة البهدلة دي. بصراحة الرسالة دي مؤلمة جداً، لأنه حسيت إن صاحبتها مسجونة في مخاوف كتيرة قوي، مخاوف من إن جوزها يموت، ومخاوف إنها تخرج من علاقة سيئة وصلت لمرحلة الإهانة لأنها خايفة يقولوا عليها مطلقة للمرة التانية. إيه كمية المخاوف دي؟ القهر أو العلاقة السيئة يا إما نقف عندها ونغيرها يا إما نقدر نصلحها، غير كده الست دي ممكن تتعرض لأخطار جسمانية رهيبة، ممكن يجي لها جلطة، ممكن يجي لها شلل، ممكن الضغط اللي هي بتقوله. ست عاشت طول عمرها ست محترمة وهي عندها 53 سنة تتعرض لإهانات وضرب، وإيه هي خايفة يتقال عليها مطلقة للمرة التانية. الحقيقة سجن الخوف مخليها مش قادرة تدير الموقف كويس، لا قادرة توقف موضوع الإهانات ولا قادرة تخرج منه علشان ما يتقالش عليها أنها مطلقة. خلينا كده نشوف في مؤتمر مهم قوي اتعمل سنة 2017 لمعهد تعليم العلوم العصبية ناقش أثر الخوف على حياتنا. خلينا نشوف شكله عامل إزاي ونرجع نتكلم تاني. الآثار المحتملة للخوف المزمن على الصحة العامة: ضعف الجهاز المناعي،
ضعف الغدد الصماء، تعديلات الجهاز العصبي اللا إرادي، النوم، توقف دورة النوم، اضطرابات الأكل، تغيرات في محور المهاد والغدة النخامية والغدة القذرية. الآثار المحتملة للخوف المزمن على الصحة العاطفية ما يلي: الانفصال عن النفس، غير قادر على مشاعر المحبة، تعلم العجز، القلق الرهبي، تقلب المزاج، أفكار الوسواس القهري. الآثار المحتملة للخوف المزمن على الصحة الروحية: المرارة، الخوف تجاه الله أو غيره، الارتباك، فقدان الثقة برجال الدين، في انتظار الله لإصلاحها، اليأس يتعلق بالفقدان الروحاني. الحقيقة الدراسة دي قالت لنا إن الخوف ده مدمر، عامل كده زي الفيل اللي يدخل محل كريستال، يبوظ كل حاجة على المستوى النفسي والجسماني والروحاني، حتى علاقتنا مع ربنا بشكلها عامل ازاي، يا إما منتظرة منه النجاة ومش عارفة أعمل إيه، يا إما حاسة إنه ربنا بعيد عني ومش حاسس بيا، إزاي أنا في الوضع ده. قالوا لنا كمان نتغلب عن المخاوف دي إزاي. الخوف ده أولاً إن نحاول نساعد نفسنا إننا نثق في نفسنا ونتخلص شوية شوية من الضغوط، نحاول ننام كويس ونستريح كويس عشان ندي فرصة لدماغنا إنها تفكر. في أعشاب مشروبات بتساعد على الاسترخاء مهم، كل ما استريحنا وما بقيناش متوترين كل ما نقدر نفكر كويس. الرياضة مهمة جداً، والمشاركة في أنشطة تانية اجتماعية والعمل التطوعي ومساعدة الآخرين، ده بيدينا ثقة بنفسنا وسعادة، بتخلينا نتخلص شوية شوية من المشاعر السلبية والخوف. لكن إذا عندنا حالة طول الوقت من القلق الزايد والخوف الزايد، هنا هنحتاج إننا نروح لدكتور نفساني. والكلام اللهبل بتاعني أروح للدكتور النفساني ليه، هو أنا مجنون؟ لا، الحقيقة الدكتور النفساني مهم جدا لنا كلنا، لانه الحياة بيساعدنا اننا نرتب دماغنا وافكارنا، نثق في نفسنا، نتخلص من حاجات كتيرة في دماغنا مش مظبوطة، ولو اضطرينا اننا ناخد ادوية هو بس اللي يعرف يقول لنا ايه الادوية المظبوطة في الموضوع ده. اشوفكم بعد الفاصل. حسيت ان هو لا، انا نفسي الناس يبقى عندها وعي بمشاكل زي التحرش، الختان، الزواج المبكر، الحضانه دي للاولاد لصحتهم النفسيه، لصحتهم الجسمانيه، لاستقرارهم. مش من حق النهارده عايزاكم تتعرفوا على شابه حقيقي مختلفه، شابه كده عندها وظيفه حلوه في بنك، يعني قرشين كده اخر الشهر لطاف، تقدم استقالتها من البنك وبعدين تنزل عمل عام وتطوعي وجمعيات اهليه ببلاش. خلونا نشوف هي هادي عملت كده ليه ونفهم منها الموضوع. تعالوا نشوفها ونرجع تاني. النهاردة بنقابل ست بميت ست، هادية اللي كرمتها السفارة البريطانية باعتبارها واحدة من الملهمات، وكرمتها الخارجية الفرنسية على أفضل برامج في ريادة الأعمال على المستوى الاجتماعي. ازيك يا هادي؟ ازي حضرتك؟ منورانا النهاردة. منورك يا حبيبتي. ايه الحدوتة بقى؟ انا قريت حاجات كتيرة من اول سيلف ديفنس ودفاع وألعاب قتالية لحد كاتبة كده ورقيقة واخراج وسيناريو. انت مين يا بنتي؟ فين ده كله؟ بتعملي ايه؟ يعني ايه الحدوته من الاول؟ خلينا من الاول. يعني من الاول مش عارفه ابتدي لك منين، بس يعني هو الموضوع ابتدى ان ما كنتش عارفه انا عايزه ابقى في انهي حته في حقوق الانسان بالظبط. فهي الاول فابتديت مع الاطفال، هو ده الطف حاجه. يعني انت متخرجه الاول من تجاره؟ اه. وانت دمياطيه؟ انا دمياطية. عايشه واتولدتي وتربيتي وتخرجتي من دمياط؟ تمام. اشتغلتي بعد كده فين؟ اشتغلت في بنك. وبعدين ايه اللي حصل؟ لما حسيت ان انا مش هينفع اشتغل في بنك، مش هينفع لا يعني اروح في ميعاد وارجع في ميعاد، وفي الاخر شغل روتيني. فكنت حابه اشتغل مع الناس بشكل مختلف. اوكي، وبعدين؟ فسبت البنك وطوعت في جمعيه. فحضرتك قررتي تسيبي البنك اللي الناس كلها بتحفى ورا منه وتروحي للجمعيات الغلابه اللي ما بدوش فلوس اصلا؟ اهلا وسهلا. فكان نفسي اعمل حاجه مختلفه. زي لما جيت القاهره شفتها فحسيت ان هو لا، انا نفسي الناس يبقى عندها وعي بمشاكل زي التحرش، الختان، الزواج المبكر، المواطنه الديمقراطيه.
طب انت جيتي القاهره ازاي؟ هل خدتي شنطتك ومشيتي بلاد الله في ارض الله ولا ايه اللي حصل؟ يعني اللي حصل كان قعدت اقرا شويه عن حقوق المراه وكده، وبعدين قدمت في تدريب فقبلوني، فاهلي ما وافقوش ان انا اروح القاهره، فاعتزلنا شويه لغايه ما بعتوني يعني يومين. لما رجعت قالوا لي لا ما عدتيش هتروحي القاهره تاني، مفيش بنات بتبرد بره وكده. يعني سابوا لك بس اول مره وخلاص. جربي هم افتكروا ان لما هجرب هكرم. هتروحي بقى مرعوبه بقى يعني. وشفت كلام كبير بقى، بالعكس بقى انا حبيت الموضوع اكتر، فهم حسوا لا خلاص يعني دي مجنونه بقى، لا خليها قاعده. فانا بقى لقى الموضوع زاد معايا، فهم مش عايزيني اسافر، فبقيت عايزه ادرس كل حاجه عشان ابتدي انا اعمل في دمياط. فضلت عافر 4 سنين يعني لغايه بالظبط 2015. تمام. بدايه بقى لما ابتديت بقى ده كان اول حاجه اللي هي مبادره نشأ مبدع ممارس فعال. دي كانت مبادره للاطفال من سن 12 ل 17 ازاي نحل المشاكل المجتمعيه بشكل فني. انت تم تكريمك من السفاره البريطانيه في اطار برنامج نساء ملهمات، كان على مشروع ايه؟ مبادرة نشأ مبدع ممارس فعال دي عملت فيها يعني حاجة 27 ورشة مع 25 طفل في البداية، وفضلت مثبتاهم لغاية ما زادوا لغاية حاجة و50 طفل. وهي كانت عن حل المشاكل المجتمعية بشكل فني. طيب بعدها اتكرمتي من السفارة الفرنسية كمان او من الخارجية الفرنسية. كان على مشروع برضو مبادرة كان اسمها مش هنسكت عن التحرش. دي مبادرة عملتها في 2016 بعد دي. كانت وبرضو هي يعني انا ما بحبش الحاجات اللي هي بتبقى مقفولة جوه ورش مقفولة. فكان فكرتها ازاي ان احنا ننهي التقبل المجتمعي على التحرش الجنسي، بس نوصل لعدد ناس مختلف، ناس ما بتشتغلش في المجتمع المدني، قرى وناس مختلفة، بس بعروض فنية وعروض سينما، ماتشات كورة برضو، ماراثون عجل. طيب من فن ورسم وحاجات جميلة كده لألعاب قتالية، ايه الموضوع بقى؟ لا هي الألعاب القتالية دي جت فكرتها من لما كنت في فرنسا، يعني كان شفت كذا موقف وقعدت مع كذا مؤسسات نسوية، فجات لي فكرة اللي هو ليه ما نعملش ورش دفاع عن النفس. والورش مش بتقتصر بس على فكرة التحرش، بتقتصر على فكرة ان يبقى الواحد عارف الخطوات اللي لو بيتسرق حقوقه بتنتهك بأي شكل يقدر يدافع عن نفسه بحاجة بسيطة. المشكلة ان طول الوقت بيصدروا لنا فكرة انك لازم يبقى جسمك فتنس عشان تعرف تدافع عن نفسك. لا مش صحيح، وده مش صحيح. وطول الوقت مش عارفة لو حد جه يخبطني في الشارع ولا يلمسني ولا كذا ولا يخطفني ازاي هعرف اتصرف. والحقيقة فكرة الدفاع عن النفس ما بيحتاجش فتنس فظيع قد ما بيحتاج قوة نفسية. بالزبط. مهمة ان انا بقى عندي قناعة اني اقدر ادافع عن نفسي. بالزبط. مش الفكرة ان انا يبقى لازم اكون بطلة الجمهورية في التايكوندو ولا الكاراتيه. ما هو ده اللي احنا بعلمه في الورشة، ازاي تعرف تشتغل على نفسك وتبقى واثق في نفسك خالص، وبعد كده تبتدي تعمل حركات. لان هي اللحظة اللي انت فيها بتدافع عن نفسك هتضيع طاقتك قدام طاقته، خلاص انت هتسمعتيش تقدري تعملي حاجه. او الشخص او لو انت راجل يعني. لكن لو هديتي خالص وعرفتي كل حركه بتعمليها ازاي هتعرفي تفلتي يعني. هادية، انا سعيده اني شفتك، فخوره بيكي، وكملي الشغل الحلو اللي بتعمليه دوت. حضرتك ونتقابل دايما على خير. يا رب يا حبيبتي، شرفتيني. الحقيقه قصه هادية هي قصه الشغف، الاهتمام إلى حد الجنون بشيء فنغير مسار تماماً فننجح فيه أكتر. يعني كتير من الأسر لو بنت بتشتغل في بنك راحت قالت لهم هقدم استقالتي بس عشان أعمل أنشطة مجتمعية، هيقولوا لها أنت مجنونة فعلاً، بس الحقيقة لأنها مشيت ورا حلمها هي نجحت أكتر ما كانت هتنجح في البنك. إحنا جينا للفقرة الجميلة، فقرة التواصل اللي بيننا اللي بتبعتوا لنا أسئلتكم. خلونا نشوف أول سؤال. لما أب ياخد ابنه من أمه ليه بتسموها خطف؟ القانون بيعتبرها خطف لأنه الحضانة للأم ده مش هدية، يعني مش بندلع الأمهات. الحقيقة ده مسؤولية فظيعة، أي أم لو جبت لها دادة وخدت الولد هتريحها على فكرة. إنما هي الحضانة دي للأولاد، لمصلحة الأولاد.
لصحتهم النفسية، لصحتهم الجسمانية، لاستقرارهم، وبالتالي مش من حق حد إن يحرم الطفل من أمه. فلما تاخده وانتوا متفقين يعني بيبقى الطفل مهيئ نفسيا، إنما ناخده في إطار العند بس عشان أحرق قلب أمه وما تشوفوش تاني، انت بتأذي الولد أو البنت مش بتأذي الأم. علشان كده القانون معتبرها جريمة وبيقول عليها خطف. نشوف سؤال تاني. أنا لسه خريجة حقوق عين شمس وعايزة أشتغل في المنظمات الدولية، ومش عارفة إيه الخطوات اللي أبدأ أخدها عشان أمشي المشوار ده لحد ما أوصل. عايزة أعمل ماستر، أعمله في جامعة عين شمس ولا جامعة القاهرة وليه؟ طيب مبدئياً كل المنظمات الدولية عندها ويب سايت، والويب سايت دي بيبقى فيها آيكون صغير كده اسمه جوبس، لما ندوس عليه بيفتح الفرص المتاحة سواء للعمل التطوعي أو للعمل بأجر، ونقدر نشوف ايه الشروط المطلوبة في كل فرصة من دول. بس عموما اساسي جدا ان حضرتك يبقى معاكي على الاقل لغتين، طبعا معنا العربي، فلازم الانجليزي يبقى زي العربي، بنقرأ ونكتب ونتكلم كويس جدا. كل لما نعرف لغة تالتة او رابعة، فرنساوي اسباني، كل ده ما بيزود فرصنا. كل لما نتطوع في العمل المجتمعي أو في المجالات اللي قريبة من المنظمة اللي انت عايزة تشتغلي فيها، كل ما بيوسع علاقاتنا وبيخلينا نتشاف ونحط في السي في بتاعنا كمان إننا يعني ما كناش قاعدين بنلعب في المدرج أو في الكافيتيريا بتاع الجامعة، إنما كنا بنشتغل في كذا وكذا وكذا. العمل الأهلي والعمل التطوعي من الحاجات اللي بتبقى مقدرة جدا جدا على فكرة في العمل مع المنظمات الدولية، لأن بيشوفوا حد مثقف مهتم بخدمة المجتمع والبيئة. عشان كده من وقت للتاني تلاقي الممثلين يعملوا أعمال تطوعية، يطلعوا في أفلام مع الشباب الصغيرين، ينزلوا حملات لعلاج الأطفال مش عارفة إيه، لأن حتى الممثلين نفسهم بيبقوا محتاجين، أو الشخصيات المهمة أو السياسيين محتاجين يحطوا في السي في بتاعهم قد إيه هم يعني خيرين ومهتمين بالمجتمع بشكل عام. السؤال التاني بتاعك، تعملي الماجستير في جامعة القاهرة ولا عين شمس؟ الحقيقة الاتنين أعظم من بعض، بس تقدري تشوفي ترتيبهم على المستوى الدولي كجامعات الرانكينج بتاعهم فين، وهتعرفي بالظبط انت ممكن اللي يأهلك للعمل على المستوى الدولي بالتأكيد الجامعات اللي ليها تصنيف على المستوى الدولي. لكن الحقيقة جامعة القاهرة وجامعة عين شمس على المستوى العلمي والأكاديمي هما الاتنين أعظم من بعض ومن أعرق الجامعات المصرية. نشوف سؤال كمان. لو سمحتي، احنا مأجرين إيجار قديم وصاحب الشقة اللي العقد باسمه مات ورثت الشقة على الباقي من عياله، وهم ولدين والاتنين تجار مخدرات. الأول اتحبس 25 سنة قتل أمام البيت، والتاني اتحبس سنتين عشان تجارة المخدرات وخرج، وتقريبا في قضية تانية عليه. كده وضع الشقة ايه؟ وضع الشقة إن العقد بيبقى ساري للورثة. يعني إيه ساري للورثة؟ ساري لأولاد المؤاجر وساري لأولاد المستأجر. العقد بيمتد للورثة، ملناش دعوة بقى بيتاجروا في المخدرات ولا بيشتغلوا في أعمال مخالفة، المهم إنهم تجارتهم وأعمالهم المخالفة دي ملهاش علاقة بالشقة نفسها. عقد الإيجار ممتد للورثة. اتفقنا؟ لحد هنا ونكون خلصنا حلقتنا. أي أسئلة قانونية عند حضراتكم ابعتوها لي على الويب سايت محاميك.com. أي أسئلة في أي موضوعات أخرى أو أي قصص عايزين تحكوها لي ونتناقش ونتشارك فيها، ابعتوها على صفحة البرنامج على الفيسبوك حكايات نهاد. ودايماً دايماً يا رب تكونوا بألف خير وبألف عافية.